الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نصوب كيك بالشوكولات والليمون. لهذا الكيك غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، وغادي نحتاج كاس ديال السكر سنيده، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال الليمون نفس القياس. غادي نحتاج 2 معالق ديال الكاكاو، وغادي نحتاج 3 ديال الخمارات والدقيق. وانا غادي ندير هاد المحسن ديال الجينواز ميكسو، الا كان متوفر، الا ما كانش بلاش. هذا كيخلي الكيك كيجي طالع وزوين في المنظر. نبداو دابا على بركه الله. دابا غنبداو نبداو بالبيض، 3 ديال البيضات، نديرو مع هذيك المعلقه ديال محسن ديال الجينواز ميكسو. راه كيتبعد مولين اللي كيبيعوا ديك الشيء ديال الحلوه. معلقه صغيره، داك المحسن ماشي بالضروري يكون، الا كان متوفر عندكم. غادي نضيف دابا كاس ديال السكر، قياس واحد الكاس اللي عبرتو به ديرو به السكر والزيت والليمون. دابا غادي نضيف الزيت، نضيف الدقيق، نضيف الدقيق غير بشوية تجمع لينا هاد الخليط. دابا غادي نضيف 3 ديال الخمارات، سبعة غرام. صبت 7 غرام في الوحدة، ونضيف 2 معالق ديال الكاكاو صغار. غادي نخلط، تخلط. دابا غادي نديرو بعد ما تخلط غادي نديرو في المول. بعد ما خليت الخليط انا غادي نشوف هاد المول على هاد الشكل ديال القلب كيف ما كتلاحظوا. انا غادي ندخلو دابا الفرن يطيب، من بعد غادي نخرجو باش نزينو قدامكم. بعد ما طابت وخرجتها من الفرن خليتها بردات، وانا زينتها بهاد دانون ديال الشوكولات دانيت، زينتها كاملة. غير واحد راه كفاني لهاد الكيك صافي. دابا انا حكيت الشوكولات الابيض والشوكولات الاسود والباستا، حكيتهم في الكيك. هاد الباستا انا نحاول ندير هاديك الباستا اللي حكيت، غنديرها في هاد الجوانب من هنا. ندير شي حاجة لتحت باش اللي طاح ليا نعاود نستعملو. ندير بهذه الطريقه، ندير الجوانب كامله ديال هاد الكيك.
بعد ما زينت هذيك بالباستا، دابا غادي ندير داك الشوكولاتة اللي حكيت هذا، غادي نديرو في هاد كل تزينة على حسب الرغبة ديالها. انا اختاريت هاد الشكل. كيجي مختلف وزوين في المنظر وساهل. بعد ما درت داك الشوكولات اسود من الفوق، دابا غادي ندير الابيض من هنا. دابا غادي ندير داك الابيض اللي حكيت. هي بعد ما زينت لها الوجه ديالها كامل بالشوكولاتة والباستا من جوانب، كيف ما كتلاحظوا راه كتجي راقيه وكتجي زوينه ورخيصه اقتصاديه. نتمنى تجربوها، ولا عجبتكم بارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم، ومرحبا بكم عندي في القناه، ونتمنى تدعموني وبالصحه والراحه.